واصل الجيش السوري قصفه لمواقع التنظيمات الإرهابية في غوطة دمشق الغربية. وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية إن وحدات من الجيش وجهت صباح أمس ضربات مركزة على أوكار التنظيمات الإرهابية ومستودعات الأسلحة في الحجر الأسود جنوب دمشق، وكبدتها خسائر كبيرة، مشيرة إلى أن العمليات العسكرية مستمرة حتى استئصال الإرهاب من الغوطة الغربية.